أستاذ شريف، هل المشاكل الداخلية يعني اللي بيعانيها ماكرون، مشاكل الاقتصادية على وجه الخصوص، هي تدفعه إلى خلق ربما معركة ليلتف حوله الأغلبية الناخبين، خلينا نقول، هل المسألة فيها يعني ورقة سياسية يريد أن يستخدمها ماكرون بالانتقاد الموجه إلى الإسلام؟ هذا وارد، بس ممكن ناخد وجهة نظر تانية، أنه بصفته رئيس منتخب يجب أن يعكس ويناقش ويجد حلول للمشكلات التي يعاني منها الشعب الفرنسي. في بقى عشان نشوف وجهات النظر إزاي تختلف، احنا بنقول ماكرون هاجم الإسلام، يعني أنا لا أرى أنه هاجم الإسلام. الالتباس أن في كلمة بالفرنساوي اسمها إسلاميست. إسلاميست دي هي اللي هو الإسلامي. لا لا، اسلاميك اسلامي. اسلاميست دي متطرف، احنا بنترجمها اسلامي، هي التطرف الاسلامي. ترجمها محمد اركون الله يرحمه، صديقي الراحل محمد اركون المفكر العظيم، بالاسلامويه، عشان يفصل ما بينها وبين الاسلام. لكن هو اكتر حاجه قالها ماكرون ان الاسلام دين يعاني في هذه الايام ازمه في كل في مكان كل دنيا العالم. عايز اقول بقى حاجه، إن في مجلة شهيرة في فرنسا اسمها فالور لاكتويل هجمت ماكرون هجوم شديد، قالت له أنت ليست لديك شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كن شجاع مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجابوا ماذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أنا عندي بالحرف عشان نعرف بس الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إنها تبقى مصدر للقلق وللخطر وللقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش بقول الدين، الرئيس السيسي اللي بيقول، انا بقول الفكر. يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار علشان يعيشوا هم؟ احنا محتاجين ثورة دينية. هذا ما نقوله نحن. فماكرون لم يقل اكثر من هذا، بل ان فالور زاكشيال تتهم ماكرون انه كان اقل شجاعة من الرئيس السيسي في مواجهة هذه الأزمة التي نعيشها وعلينا أن نعترف بها وأن نجد لها حلا. هو يعني احنا هنتكلم بعد كده بقى في نظرة الغرب للإسلام، هل هم عنصريين ولا لا؟ هل هم طب ما تجاوبني يا أستاذ شريف، هل هم عنصريين ولا لا؟ ده موضوع أنا كتبت كتاب اسمه هل فرنسا عنصرية؟ جميل. أنا تقديري أن هناك بالتأكيد ما لا يقل عن 20% من الفرنسيين اللي هي البلد اللي انا اعرفها، وبصفه عامه من الاوروبيين، عندهم عنصريه شديده وكراهيه للاسلام. لكن بقيه الشعب الفرنسي ليس لديه كراهيه للاسلام. ايه مصدر هذه الكراهيه؟ بتاع ال 20% دول، طبعا بالتاكيد زي ما قال الاستاذ اسماعيل، في التاريخ، في التاريخ، الحروب الصليبيه، في الاستعمار، استعمرونا، جينا نابليون بونابرت هنا، هم عندهم تعالي علينا، عندهم عنصريه، هذه العنصريه تشمل كراهيه الاسلام، كراهيه كل ما هو يعني ايه غريب عنه.